على حد النقابة، واكتب على حد النقابة حبس الصحفي عرو خيانة، حبس الصحفي عرو. المؤتمر النهاردة يعني هو طبعا على خلفية الحكم القضائي بحبس نقيب الصحفيين واثنين من الزملاء أعضاء مجلس النقابة، لكن تقدير أنه يجب يعني يتجاوز ده لما هو أبعد لأجندة الصحفيين كلها. أجندة الصحفيين من أول أجور الصحفيين الهزيلة جدا واللي الغالة تقريبا يعني بيحطهم في أزمات اجتماعية حقيقية، مرورا بعلاقات العمل والحريات الصحفية، وصولا للتشريعات الإعلامية الجديدة اللي احنا منتظرينها تخرج بالبرلمان، وفي مخاوف حقيقية منها تخرج بشكل مش معبر عن الجماعة الصحفية. الاجتماع ده في تقديري هو بداية لطريق طويل جدا، لكن انه هو ممكن حقيقي يرسم مستقبل او خريطة طريق للمستقبل نقدر نلتزم بيها. انا رأيي انه النهاردة هيبقى ان شاء الله في اقتراحات من الزملاء جدية، وهتتناقش مع مجلس النقابة بشكل جدي، وهنوصل لنتائج كويسة. هدف النهاردة اليوم كده ان مجلس النقابة يسمع من الناس احنا عايزين نعمل ايه الفترة الجاية، مش بس على قضية الحكم الخطير واللي أزعجنا كلنا، لكن كمان على أجندة الصحفيين كلها. الفترة اللي فاتت خلال كام سنة أخيرة في أزمة حقيقية في الحريات العامة كلها بما فيها حرية الصحافة والإعلام، وأرجو إن الفترة الجاية تبقى أفضل، لكن أنا مقتنع تماما إن مفيش حاجة تبقى أفضل إلا بإن الصحفيين كلهم يعتبروا إن ده همهم وياخدوا الموضوع جد ويخوضوا معركة الدفاع عن حرية المهنة.